أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح رئيس فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول أنه لم يتم تحديد تاريخ لإغلاق باب تقديم طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن موجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي. الفريق المختص بتعويضات والمتضررين قد بدأ اليوم في استقبال طلبات التعويض، وذلك في مقر الهيئة العامة للتعويضات في منطقة الشامية. انطلقت في مقر هيئة التعويضات عملية استقبال طلبات تعويض المواطنين والمقيمين جراء الأمطار والسيول وفقا لما تم الإعداد والتجهيز له، وتم استلام طلباتهم مستوفاة بالنماذج التي تم إعدادها والمستندات الثبوتية مثل ملكية المنزل وملكية السيارة ومستندات إثبات الحالة. اليوم أول يوم استقبال المتضررين من أمطار الخير اللي نزلت على دولتنا الحبيبة دولة الكويت. الحمد لله الوضع طبيعي والأخوان والأخوات قاعد يتقدمون. هناك نبي ننبه إلى شيء، أنهم لابد أن يعبون النماذج، يبون الأوراق الثبوتية، كذلك إذا كانت على ملكية سيارة دفتر السيارة ملكيتها، كل هذه الأمور الثبوتية، لأن أغلب اللي تقدموا اليوم كانت عبارة عن استفسارات، وأغلبيتهم ما تقدموا ما دخلوا لا على الموقع الإلكتروني أو لم يعبوا النماذج المحتاجة له. هذا السؤال اللي تكرر علينا بشكل كثير اليوم هو موضوع كيف أثبت أنا الضرر أما من خلال الفواتير اللي تتحصل لدي المتضرر نتيجة لإصلاح هذا الضرر، أو تقدير الضرر من خلال عروض أسعار. كذلك احنا نريد أن يتم تدعيم هذه المطالبات من خلال توثيق الضرر، من خلال تقديم بلاغ بهذا الضرر وبالتالي إرفاقه من ضمن المستندات، وكذلك إرفاق الصور المتعلقة بهذه الأضرار. هذا وقد وفرت لجنة التعويضات أعداد جيدة من الموظفين المعنيين باستقبال طلبات التعويض، وكانت متناسبة مع الأعداد التي راجعت لجنة التعويضات، وسادت أجواء حسن التعاون بين الموظفين والمراجعين. حقيقة يعني التعاون جدا ممتاز، المعاملة سهلة، زحمة ما فيه، حتى يمكن رئيس اللجنة قابلنا وسألنا شو المطلوب وعطانا يعني صراحة يعني معلومة كاملة، وكانت الأمور ميسرة لبعد ما يمكن. حصل لنا تضرر قصايبنا، خاصة احنا من سكان صباح الأحمد، فتضررنا كثير صراحة من الأمطار، لكن الحمد لله أن في بادرة طيبة من الحكومة أن عوضت الأهالي أو المتضررين من هذه الأمطار. وبالعكس أنا شفت يعني يوميتي هنا أنا ما كنت متوقع السهولة في التقديم أو الترحاب اللي حصلناه من الموظفين. الحمد لله سهلوا لنا الأمور، وضحوا لنا كيف احنا نعبي النماذج. ومن خلال استقبال الطلبات سيتم تقييم الأضرار وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وسيكون التعامل مع موضوع الأضرار بأقصى سرعة حتى يتسنى تعويض المتضررين في أقرب وقت. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.